يقول السائل: أقرضت رجلا مالا فلم يستطع أن يسدده، هل يجوز لي أن أعتبره كجزء من زكاة مالي فلا أطالبه به؟ لا، ما يجزي عن الزكاة. إن أسقطته عنه من باب الإحسان والصدقة فلا بأس، وأما أن تحتسبه من الزكاة فلا يجزي عن الزكاة، لا يجزي إسقاط الدين عن الزكاة، لأن الزكاة دفع وإيتاء، قال تعالى: وآتوا الزكاة، يعني ادفعوها. فتدفع الزكاة من مالك الذي بيدك، وأما إسقاط الدين عن المعسر فهذا صدقة، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. نعم.